السبل الكفيلة بتشريك جميع الأطراف في مشروع إصلاح المنظومة التربوية شكلت محور الجلسة التمهيدية لانطلاق الحوار المجتمعي حول الشأن التربوي، مناسبة جاءت ببادرة من المرصد الوطني للشباب، وشهدت مشاركة وزير التربية فتح الجراي وعدد من ممثلي نقابات التعليم والمجتمع المدني. صياغة تصور لإصلاح المنظومة التربوية تساهم فيه جميع الأطراف المعنية بالشأن التربوي هو الهدف الأبرز للحوار المجتمعي حول الشأن التربوي، ويأتي هذا الحوار الذي سيتم الإعلان عن انطلاقته الرسمية خلال الأيام المقبلة ببادرة من وزارة التربية وعدد من مكونات المجتمع المدني. الجلسة التمهيدية هذه ستفضي إلى مخطط عمل ورزنامة عمل على مدى 9 أشهر من أجل إنجاز هذا الحوار المجتمعي. هذا الحوار سيفضي إلى كتاب أبيض يعطي طبعا التوجيهات والآليات الملائمة إن شاء الله، والتي تحظى بوفاق اجتماعي من أجل إصلاح المنظومة التربوية في جميع مكوناتها. المشاركون في هذه الجلسة التمهيدية ومن بينهم ممثلون عن نقابات التعليم طرحوا شروطا عديدة لإنجاح هذه المبادرة. الشروط أن يكون هذا الحوار أولا يستهدف إنقاذ المدرسة العمومية ولا يستهدف شيئا آخر، يعني هذا المكسب الوطني يجب أن يعاد إليه الاعتبار وأن تعود ثقة المواطن في المدرسة العمومية، وأن تعود يعني ترتيب تونس إلى وضعها الطبيعي كدولة متقدمة وقطعت أشواط كبيرة في مستوى التعليم، وأن يكون هذا الحوار حوار وطني جامع أولا، ثم أن يكون محمي بتوافق سياسي، لأنه نحن نعتقد أنه من الخطورة الكبيرة في غياب توافق سياسي أن ينجح هذا الحوار الوطني، لأنه لا نريد أن تؤثر تغير السياسات على برنامج الإصلاح الذي سيكون طويل المدى. لغة الحوار ما تكفيش ما لم تدعمها البحوث الميدانية اللي يشرف عليها خبراء وبمناهج علمية صارمة. ما كانش كل واحد يولي عنده الحق يحكي في التربية، وكل واحد عنده الحق يخرج قرارات تنجم تكون صحيحة كما تنجم تكون ارتجالية، وندخل في سياسة إصلاح الإصلاح وترقيع الترقيع. وفي ظل وضع مترد لواقع التربية والتعليم في تونس كما يصفه الخبراء باعتبار تزايد نسب الانقطاع عن الدراسة وتقهقر جودة التعليم، يؤكد المختصون ضرورة إعطاء الإصلاحات المرتبطة بالعملية التربوية الأولوية المطلقة وتحييد مشروع الإصلاح عن كل التجاذبات السياسية.